أنا سعيد جداً أنه نبدأ الحوار اليوم معك. تسنيم، أنت معي اليوم. أول سؤال لك مني، كيف تعرفت على الاتحاد الأوروبي وكيف كانت تجربتك الشخصية حتى الآن معنا؟ كانت فرصة مسابقة In Their Eyes من الاتحاد الأوروبي، فصورت الفيديو وبعثت الطلب تبعي وانقبلت مباشرة بعد أسبوع يمكن، ومن هناك بلشت معرفتي ورحلتي. إن شاء الله رح تكون طويلة مع الاتحاد إن شاء الله. الأوروبي. إذن أنت سفارة ما نسمي Goodwill Ambassador، سفارة النوية الحسنة، صحيح؟ صحيح. طيب مبروك، ألف مبروك على الفائز باللقب. وأنا أيضا يعني تم تعييني مؤخرا ناتق رسمي للاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا شخصيا أنا بهتم بالحوار مع الناس وخاصة مع الشباب. فاليوم السؤال اللي عندي لك تسنيم، يعني أنت شخصيا ما هي المشاريع التي يعني ممكن كنت تشير إليها كمشاريع مهمة في الأردن من خبراتك الشخصية أو ممكن تشاركين أنت شخصياً يعني فيها؟ هناك مشاريع مختلفة إقليمية سنتحدث عنها بعد قليل، لكن القيم نفسها الديمقراطية، حماية حقوق الإنسان، الحريات، الصفقة الخضراء، تمكين المرأة إلى آخره. فهذا هي الفكرة دائماً، لكن نركز اليوم على الأردن بالتحديد والمشاريع تبعك. هلأ من متابعتي صراحة خلال السنوات الماضية شفت أنه أكثر مواضيع بيتم التركيز عليها وهي مواضيع كثير مهمة، ريادة الأعمال. أوكي. أنا بالنسبة لي صراحة هذا من أهم المواضيع اللي لازم يتركز عليها بالذات في الأردن، لأنه الأردن تعتبر مركز لريادة الأعمال حالياً بالشرق الأوسط. فمشاريع ريادة الأعمال بعرف منها جيد بروجكت ومتابعته كثير منيح، وحاضنة الأعمال برضو آي بارك ومتابعتها كثير كثير منيح. بحب أشوف دائماً شو الشركات اللي بدعموها، مين الشباب، شو الأفكار، وأغلبها مشاريع تكنولوجية، وهذا إشي طبيعي كون العالم كله عم بتجه حالياً للتكنولوجيا. الشيء الثاني أنا كثير مهتمة فيه كمان اللي هو حقوق المرأة وتمكين النساء في الأردن. هذول الموضوعين بالذات اللي أنا مهتمة فيهم، وهذول هم الموضوعين اللي أنا كمان عملت عنهم أصلاً فيديوهات ضمن حملة In Their Eyes. ممتاز ممتاز، رائع، شكراً. هناك بعض المشاريع مثل ما تفضلت، هناك مثلاً مشروع نسميه EU جديد ويدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. أيضا هناك مشروع نسميه مبادرون من خلال إعلان بدأ يعني تقديم مطالبات لما يسمى social enterprise. هذا يعني قطاع مهم يعني للشركات الاجتماعية. الفيلم فيستيفال كرامة مشهور بالمنطقة الآن، يعني منذ أكثر من 10 سنة الكرامة فيستيفال، أنا شاركت فيه شخصيا يعني ما كنت في الأردن قبل سنوات، شيء حلو. لكن أنا كنت أريد أيضاً أشير إلى بعض المشاريع الإقليمية اللي لدينا تسنيم. مثلاً مثل ما قلتي أنت، يعني الموضوع العنف ضد المرأة، أنا بهتم في هذا شخصياً بهذا الموضوع بالتحديد. هناك ما يسمى يوروميد فيمينيست إنيشيتيف، شبكة موجودة في المنطقة منذ 2013. كمان في واحد تاني نسميه Women in Business بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة البناء وإعادة الإمارة والتنمية EBRD. وهناك مشاريع للـ SMEs، الشركات الصغرى والمتوسطة النسوية فقط. وأخيرا هناك أيضا مشروع نسميه Circles، لأنه هذا المشروع حول ما يسمى Circular Economy، الاقتصاد الدائري، مش هيك نسميه؟ المهم انه المعلومه موجوده ونبحث عنها دائما من خلال البعثات اللي لدينا في كل البلدان. وهذا كمان دورنا كسفراء نوايا حسنه، يعني صحيح. نحاول قد ما نقدر نلفت انتباه الشباب انه يا شباب في إشي موجود، في فرص، بس انتم لازم تقراوا عنها اكثر، تعرفوا عنها اكثر. مش لازم انتم تستنوا الفرصه تيجي لعندكم، لا، انتم لازم تروحوا تدوروا عليها بناء على شو مهتمين. يعني اذا مهتم مثلا بالبيئه، روح دور على فرص موجوده في البيئه وراح تلاقي كثير. من خلال برامجنا في الاردن، هناك من ناحيه كما تعلمين الدعم الاوروبي للاصلاحات الاردنيه بتنسيق مع السلطات الاردنيه، ولكن من ناحيه اخرى نعتقد انه علينا ان نركز اكثر واكثر على هذا البعد البيئي، لأنه العلاقة واضحة بين البيئة واحترام البيئة والتكيف مع التغيير المناخي إلى آخره والصحة العامة بشكل عام والتداعيات على الاقتصاد.
ممتاز. أنا صراحة متحمسة كتير أكون جزء من هاي الرحلة كلها للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الجاي، وبالذات الجانب البيئي منها. نعم. لأنه كلنا شايفين أنه كوكب الأرض حالياً بحاجتنا أكثر ما إحنا بحاجته، لأنه فعلاً تغير المناخي عم بيغير كل إشي حوالينا. نعم. فأنا كتير متحمسة، وشكراً لك على إجاباتك. شكراً. الله يخليك تسنيم. شكراً جزيلاً لحضورك معايا اليوم، وإلى اللقاء قريباً في الأردن إن شاء الله، وتابعونا في لقاءات أخرى مع الـ Goodwill Ambassadors من الاتحاد الأوروبي في لقاءات أخرى على حسابنا في تويتر إن شاء الله. شكراً جزيلاً إن شاء الله. للجميع. شكراً لك. يلا مع السلامة تسنيم. شكراً. مع السلامة. باي.